في الحقيقة النهاردة في كلام مهم جدا عايزين نتكلم فيه، وهبتدي معاكم الحلقة قبل ما نروح للعناوين الهامة زي ما عودناكم، لكن هبتدي معاكم الحلقة ببيان مهم جدا جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي خرج من حوالي ساعتين أو ثلاثة بالظبط يعني من دلوقتي، وأكيد ده كان بيان مهم. خليني أقرأ عليكم البيان لأنه غاية في الأهمية في الحقيقة، وبيرد على كلام كتير قوي قوي واستفزازات كانت كتيرة جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا. طيب البيان، أصدر النادي الأهلي بياناً جاء نصه كالتالي: النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد. يؤكد النادي على أنه لم يتلقى أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة، بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات. ده بيان أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة الظهر كده، وبيان مهم جدا، وزي ما احنا شفنا وزي ما قرينا مع حضراتكم كلام أكيد مهم جدا. ليه بقى مهم؟ لأن الفترة اللي فاتت ناس كتير بتقول هل الأهلي هيعمل إيه؟ الأهلي هيلعب ولا مش هيلعب؟ الأهلي يا جماعة ما بيتعاملش غير من خلال أوراق رسمية. الأهلي من أهم مميزاته إن هو بيستف أوراقه صح. ما عمري ما هطلع أرد كنادي أهلي طبعاً، عمره ما هيطلع يرد على أي كلام مش رسمي. أنت دلوقتي أنا هرد عليك في حالة واحدة بس، لما تبعت لي جواب رسمي أو خطاب رسمي بشيء ما، ممكن أطلع أرد أقول لك اتجاهي إيه أو أنا قراري هيكون إيه. الأهم من كل ده، والجمهور النادي الأهلي أكيد متأكد منه بشكل كبير جداً، اللي تعودته عليه دايماً من شخصية للنادي الأهلي مش هتتغير، وده المهم. النادي الأهلي هيكون لي بيان آخر لما يجي له مكاتبات رسمية. ده كان شيء مهم، مش عايز أعلق طبعا أكتر من كده لأن البيان يعني مش محتاج تعليق في كل الكلام والأمور والاستفسارات اللي ممكن يكون بيسأل عليها جمهور النادي الأهلي، وكلنا ثقة كبيرة جدا 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 في مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. طيب الشيء المهم أيضا يا جماعة، وبخلاف طبعا البيان وخلاف اللغط اللي موجود على الساحة الرياضية المصرية، الأهم في الحقيقة كمان من كل ده هي العلاقات ما بين الجماهير، جماهير الأهلي والزمالك بالتحديد، لأن هم أكبر ناديين في مصر، أكبر جمهورين في مصر. سيبكم من بيراميدز، ما عندوش جماهير، أنا بتكلم بالتحديد على جمهور الأهلي والزمالك. ليه حالة الاحتقان الموجودة دلوقتي في الفترة الحالية؟ مش عارف، إحنا شفنا حالتين حصلوا قبل كده، سواء الجمهور الأهلي طبعا وفاة 74 شهيد من جمهور النادي الأهلي، وكمان من جمهور النادي الزمالك من حوالي 4 سنين، فبالتالي حادثتين كبار جدا مش عايزين يتكرروا يا جماعة تاني. الاحتقان ملوش أي لازمة، شجع ناديك بكل احترام، شجع ناديك وسنده بكل قوة، مفيش أي مشكلة، الأهم إن أنت بتتدرجش للنادي الآخر. لما تكسب يا عم ضايق ده غيظ الجمهور التاني مش عارف ايه، بس في حدود، مش عايزين نعمل مشاحنات ما بين الجماهير وما بين بعض. نادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم جدا، وجمهوره جمهور كبير جدا جدا جدا. نفس الشيء بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، نادي كبير ونادي عظيم ايضا، وليه جمهور وقاعده جماهيريه ايضا كبيره. الاهم يا جماعه من كل ده ان احنا مقبلين على بطوله الامم الافريقيه. في ماتشات مصر الاهلاويه والزمالكاويه هيبقوا قاعدين جنب بعض عشان يساندوا المنتخب المصري، فاللي بيحصل دلوقتي ملوش اي لازمه. لازم ان احنا يعني نفكر شويه قبل ما يكون في شتايم ومشاحنات ما بين الجماهير. وفي الحقيقه اللوم، كل اللوم على المسؤولين اللي بيطلعوا سواء فيديوهات او تصريحات بطريقه مستفزه تستفز الجمهور الاخر. انت لما تهاجم مجلس اداره نادي معين، طب ما هو جمهور النادي ده هيزعل هيتضايق.
عايز تنتقد او عايز تتكلم خليك في سياق الاحترام، ده الاهم وده اللي بيبقى. فبالتالي شيء مهم جدا ولازم المسؤولين ياخدوا بالهم من الكلام ده، كل الاحترام لكل المسؤولين في مختلف الانديه المصريه، النادي الاهلي وسياسته وسياسه القناه وسياسه واخلاق ومبادئ النادي الاهلي بشكل عام بخلاف القناه، يعني متعودين دايما على الكلام ده، في مبادئ وفي اسس بنتحرك من خلالها وفي اخلاق وفي طريقه للرد تبقى طريقه في سياق محترم، وده اللي متعودين عليه دايما كأبناء للنادي الاهلي. وفي نفس السياق احنا بنكون يعني بنحترم بشكل كبير جدا كل جماهير الانديه الاخرى وكل المسؤولين في الانديه الاخرى. المهم من المسؤولين اللي في كل الانديه ان هم ياخدوا بالهم من تصريحاتهم، لان انت المفروض اسمك مسؤول، فبالتالي تصريحاتك انت بتبقى مسؤول عنها. فمهم جدا انت قبل ما تقول اي تصريحات تفكر التصريحات دي ممكن تعمل ايه. مش عايزين كارثه جديده في الكره المصريه، وخصوصا زي ما قلت لكم مقبلين على حدث هام جدا وهو بطوله الامم الافريقيه في مصر، واللي اكيد ان شاء الله كل جماهير الكره المصريه هتساند المنتخب بشكل قوي عشان نحقق الحلم والهدف بعد غياب فتره ان احنا نحقق بطوله الامم الافريقيه، خصوصا هي على الاراضي والملاعب المصريه.